فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يضع يديه على الأرض عند السجود قبل ركبتيه؟ وهل هذا مثل بروك الإبل؟ إن كان هذا يحتاج إلى وضع يديه، مثل كونه معيب أو كبير سن أو مريض، فلا يكره هذا للحاجة. أما إذا كان قويا فالأفضل، فالأفضل أن لا يتشبه بالبعير، أن يضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الترتيب الأفضل والأحسن، ولا يتشبه ببروك البعير إذا كان قويا. نعم، انتهت، أحسن الله إليك.